اي بس في مشكله تانية لاصحاب المصانع. دي بقى ايه؟ اصحاب المصانع، اصحاب المصانع اللي عندهم اعباء كتيره جدا، سواء كهرباء، ضريبه، عماله، ارتفاع الاسعار، الدولار، المواد الخام، هم مش عارفين يتحركوا. انا حاسين عندك موضوع جديد جدا في القصه دي بالنسبه للضرائب. شركات الايجار التمويلي شغلتها ايه؟ انت عندك حته ارض او مبنى عايزه تبيعيه للايجار التمويلي لفتره مؤقته، وبعدين هتسترديه بعد كده، واخده بالك ازاي؟ وهتحتاجي هذه الفلوس علشان تقومي المصنع بتاعك او تقومي البيزنس بتاعك. جميل؟ تمام. يحصل ايه بقى؟ الارض اللي هي ملك الشركه المتعثره دي او التعبانه، هذه الارض والمبنى كان مشتريهم سعر دفتري 5 جنيه من الدوله كمان، يعني 1000 جنيه. كويس؟ انت محتاجه 10 مليون جنيه. قيمه دلوقتي ب 10 مليون جنيه. يتاخد ضريبه عقاريه راسماليه 25% وضريبه تصرفات عقاريه 2.5%. يبقى انت الراجل بل اللي هو المتعسر اللي عايزه توقفيه هيدفع 27.5% ضرايب من ال 10 مليون، يعني هو ده قبل ما ياخدهم اصلا، قبل ما ياخد الفلوس هيدفع ال 27.5%. هتشيلي بقى كمان في الفوائد على القروض في حدود ال 20، يعني دفع 50% عشان يقوم مصنعه من المبلغ اللي محتاجه. طب ازاي؟ لا حضرتك بقى اللي قولي لي ازاي هتتحل المشكله دي. ازاي ان يبقى انا بارجو سياده وزير الماليه ان بالنسبه للمشاريع المتعثره او طاقتها الانتاجيه اقل من 30% وبتحتاج انها تستخدم اداه الايجار التمويلي علشان تقدر تقوم شغلها، ان يبقى في نظره لهذه الضريبه الراسماليه تنزل من 25% الى مثلا 10 في الفتره الاولانيه. اول والله الامور ما مشيت ما فيش مانع، زود وجد لها منظومه تزودها، وده رجاء لوزير خاصه المالية. ان ده مش بيع يا دكتوره، ده ضمانه يعني لشركات الايجار التمويل. هي في الحاله دي انت بيقول لك ايه، حصل حركه الشركه وانتقلت الملكيه الى الايجار التمويلي. ايوه انتقلت الشركه الايجار التمويلي، والقصدي الارض والمبنى الايجار التمويلي، ولكن هي فتره مؤقته لغايه ما الراجل ياخد الفلوس ويشغل. طب السؤال بقى، لما هترجع تاني هيدفع تاني؟ لا خلاص بقى. انا قلت يمكن مكملين يعني. لا 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 طيب خلينا نقول.